الحمد لله، الحمد لله الذي ميز المسلمين عن غيرهم وخصهم بخصائص. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه النجباء الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فموضوعنا إليكم في هذه الخطبة وفي هذه الساعة وفي هذا الزمان هو: إلى أين يتجه تيار التطور بمجتمعنا؟ إن كل مجتمع من المجتمعات مهما كان متقدما ومتحضرا إلا وله هويته وثقافته وأخلاقه وعاداته وتقاليده يتوجب الحفاظ عليها وعدم الخروج عنها أو التنكر لها. وقد عاش المجتمع المغربي طويلا وهو يحافظ على الهوية الإسلامية والأخلاق الإسلامية وجملة من المثل الاجتماعية تتحكم في تسيير وتنظيم أخلاقيات أفراده ومجموعه، من ذلك الكرم وحسن الضيافة. وهذه الخصلة كانت من أظهر مميزات المجتمع المغربي القديم، ولا تزال إلى اليوم ولله الحمد في كثير من البوادي. التسامح كذلك من خصائص هذا المجتمع الذي كان يسود فيه هذا التسامح قبل هذا الزمان. ثم الحياء، هذه صفة كانت شبه ملزمة لكل شرائح المجتمع، الكبير الصغير يستحي من الكبير، والكبير والرجل يستحي من المرأة، والمرأة تستحي من الرجل، والتلميذ والطالب يستحي من شيخه ومعلمه وأستاذه ومربيه. من ذلك أيضا الثقة، كان الرجل يستسلف مالا من الآخر فيرده في الوقت المحدد، وأما يومنا هذا فيلحظ المرء نقيض ذلك ويرى مظاهر غريبة على المجتمع المغربي ما كنا نألفها ولا نشاهدها ولا عاصرها ولا عاشها آباؤنا وأجدادنا. ويحق لنا أن نتساءل: ما الذي غير المجتمع؟ وإلى أين نحن صائرون؟ حينما تمر أمام الشباب في الأسواق والمدارس والمؤسسات والجامعات تتأمل أخلاقهم وقهقهاتهم وصيحاتهم التي لا تنقطع، والتصاق الفتاة بالفتاة والتصاق الفتاة بالفتاة، وتتساءل
إلى أين يسير المجتمع بهذه الظواهر الدخيلة علينا. فالتحرش بالنساء صار عادة، والعلاقات المحرمة بين الشباب صارت مألوفة، حتى الإنسان يرى المنكر ولا يتألم لذلك. والتعاطي للتدخين والمخدرات صارت رجولية عند الشباب، والتخلث عند الشباب صار صفة، والحلاقة المعوجة ولبس الممزق صار موضة، والتنكر للقيم والأخلاق صار تحضرا، السب والشتم واللعن صار خلقا، الغيبة والنميمة صار استغفارا. ومن الظواهر الغريبة كثرة الحمقى والمخلخلين عقليا، وظاهرة التبول في الطرقات، وكأنهم والله حيوانات. يخرج الرجل من سيارته ثم يستقبل الطريق فيبول، وهذا شاهدته عدة مرات بأم عيني. وكذا انتشار ظاهرة الشعوذة، هذا يعالج الأمراض المستعصية، والآخر يزيل العكس، والآخر يحل الربط، يعالجون ويدعون أنهم يعالجون عدة أمراض. ومن ذلك ظاهرة العنف التي باتت نسمع وتسمع في كل مكان وفي بعض مؤسسات التعليم، وكذا العنف ضد الوالدين والزوجات. وهذه الظواهر حقيقة غريبة على مجتمعنا المغربي وعن أسرنا، وهذه الظواهر الغريبة لا يمكن القضاء عليها إلا بالقانون. فكما بدأت الدولة اليوم نسمع عنها أنها تصدر قوانين مثل ممر الراجلين لضبط السير، وهذا نظام لا بد منه. كذلك هذه الظواهر لا بد أن يقضى عليها بالقانون الصارم، ووجب حقيقة أن تعود للدولة هيبتها، لأنه كما يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لأنك تتحدث إلى شاب وتتحدث إلى إنسان عن مخالفاته وعن عصيانه وعن تمرده وعن ارتكابه للمناكر، قال الله وقال رسوله: فلا يصغي لك ولا يسمع، بل سيستهزئ منك ويضحك عليك. ولكن إذا رأى العصا ورأى الغرامة المادية لا بد أنه سيستقيم، خوفا من العصا، خوفا من الغرامة المالية. لذلك نتأمل قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله يزع يرضع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الزانية والزاني، فالله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، ولكن إذا رأى العقوبة فيرتدع. السارق لا تسرق، لكن إذا لم يرى ويلحظ القانون الصارم في حقه فلا يرتدع، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يرد بهذا المجتمع ردا جميلا، وأن يهدي شبابنا، وأن يصلح حالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فلما خلق الله الكون خلقه بنظام، بإتقان، السماوات بإتقان، الأرض وما فيها نظام قائم بالوزن،
القسطاس المستقيم. الله عز وجل خلق الكواكب والنجوم بانتظار ونظام، الشمس في الإشراق والغروب بنظام، القمر بنظام، الإنسان كذلك خلقه الله وجعل له نظاما يسير عليه. وهذا النظام في كتاب الله وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعالم والكون لا يصلح ولا يستقيم إلا بانتظام ونظام وقانون. ولذلك ترون وتشاهدون لما تتفرد دولة من دول العالم فتتخذ القرارات لنفسها، كما سمعتم في شأن القدس وتتبعتم في شأن القدس، لأن هذا فوضى للإنسانية للبشرية للكون. ولكن شكرا للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارها الصائب لرفض القرار الترامبي الجائر. وهذه بداية إن شاء الله عز وجل في أن يرد الله القدس للإسلام والمسلمين. اللهم رد القدس إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعن كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم